السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب مدارس دار الثقافة الأهلية الصف السادس، إن شاء الله نبدأ اليوم مع فيزياء ثلاثة. بنبدأ بداية اليوم بناخد الفصل الثاني. إحنا أخذنا في الفصل الأول اللي هو أخذنا خصائص انتشار الضوء، وأخذنا مفهوم الضوء وبعض الخصائص فيه، وأخذنا قوانين بسيطة جدا في الباب الأول. الفصل الثاني هنا بناخد حاجة اسمها الانعكاس والمراية. هنفهم يعني إيه كلمة انعكاس الآن. الانعكاس معناها ارتداد الأشعة في نفس الجهة التي سقطت منها عندما يكون سطح عاكس. يعني أنا افترض إن أنا عندي سطح عاكس هنا، وليكن سطح مرآة وسطح لا مكسور، ده إشعاع سطح، ويجي يرتد كده يبقى الإشعاع بيوجد معاك درجة إشعاع سطح، كل إشعاع إيه منعكس. معنى إن يرتد في نفس الجهة فبنقول حصل عمليه إيش؟ الانعكاس. يبقى ما معنى كلمة الانعكاس أصلا؟ معناها ارتداد الأشعة في نفس الجهة التي صدرت منها عندما يواجه سطح عاكس أو سطح لا مكسور. بس الأولاني هنا في الفصل الثاني بناخد الانعكاس عن المرايا المستوية. كلمة مرايا مستوية دي موجودة في بيوتنا، اللي هي موجودة أصلا في الله يرزقك في الحمامات، موجودة أحيانا تحطها على الدار، أحيانا تحطها في مدخل مثلا تقوم بدروس او مجلس او جامعه او عند المدرسه، فبنسميها مرآه مستويه، اي وتعطي صوره مساويه تماما للجسم. كلمه مستويه مش معناها بشكل مرآه مستويه، لا معناها انها تعطي صوره مساويه تماما للايش؟ للجسم. في الدرس ده او في الباب ده او في الجزئيه الاولانيه بناخد انواع المرايا. قانون الانعكاس بنعرفه، بنقارن بين غير الانعكاس، انعكاس بنسميه انعكاس منفصل وانعكاس غير منفصل، وبنكتفي الجزء ده بالنسبه للدرس الاول. بخلي الفقره الاخيره اللي هي خصائص الصور المتكونه في المرايا الانسان. بدايه لما اجي اتكلم عن المرايا كنت بنقسم المرايا الى مرآة مستويه ومرآة كرويه. يبقى قلنا المستويه انها تعطي الصوره المتكونه في الجسم. طب كرويه معناها ان انا لو عندي سطح كره باخد السطح الخارجي بتمثل لي مرآه كرويه بنسميها مرآه كرويه محدده. لو اخدت السطح الداخلي بنسميها مرآه كرويه ايش؟ مقعره. يبقى المرآه الكرويه بتنقسم الى قسمين. طب لماذا سميت مرآه كرويه؟ لان سطحها الخارجي يمثل جزء من سطح كره فبنسميها مرآه كرويه. يبقى المرآه الكرويه نعرف انها بتنقسم الى قسمين، مرآة كروية محددة ومرآة كروية مقعرة، وإذا ناخدها بالتفصيل بعد شوية. ماذا يحصل في المرايا؟ بيكون سطح لا مسكون، مسكون معناها مؤنث، وكلمة السطل زي ما قلنا الخام ده مسكون أو لا معقد معناها إنما الناس إنها محافظة. سطح لا مسكون وبيحدث على سطحه عملية مين؟ الانعكاس. يبقى لابد ان كان يحدث الانعكاس يكون السطح ايش؟ اسود. يبقى كلمه السطح معناها المعلس او الملمس بتاعه ناعم، واذا بيحدث عليه الانعكاس يعني الانعكاس بناءه السطح. المرآة المستوية لماذا سميت المرآة المستوية باسم الاسم؟ ونقول هي تلك المرآة التي تعطي صورة مساوية تماما لايش؟ للجسم. والصورة أو المرآة المستوية زي ما قلت ممكن تكون موجودة في محلات صالونات القلاب ومحلات التجسيم بتاع الأجسام وغيره وغيره. زمان كان في المملكة محلات بتاع الأسواق تلاقي يحط مرايات كتير عشان يزود الإضاءة. يعني أنا لو جبت كمية من الضوء وأصبحت على مرايا تنعكس تجيب مرايا قدامها وتعكسها بتديك كمية إضاءة كبيرة جدا، وإذا بتستخدمها أحيانا مهندس الإضاءة في إدارة الاستديوهات، في إدارة الملاعب، قاعات الصالات إلى ذلك. يبقى المرآة المستوية تعطي صورة مستوية تماما للجسم زي الموجودة في محلات التزيين أو محلات الحلاقة وفي محلات الملابس لما تيجي في ستور في سلاير بتكون موجودة مرآة مستوية. المرآة الكروية أو النوع الثاني هي تلك المرآة التي تمثل جزء من سطح كره.
اذا كان الجزء الخارجي اللي هو الماء والشرب دي معناها ده السطح الخشب، واذا السطح الخشب يبقى ده الجزء الخارجي هتبقى ملاعب كده. وهنعرف عن التفاصيل بس جايه الله عز وجل من الملاعب المحكمه بتركيب الصوره ليها خصائص معينه وبتستخدم في استخدامات معينه زي الموجوده على ايجار السيارات وجوده الصوره للشارع من الخلف. فاهم تعرف بيمثل الجزء الداخلي من السطح. يبقى مره كده لما نقول الملاعب تنقسم الى قسمين بالرقم مستوية ومن الجوية. الجوية بتنقسم الى قسمين محجبة اللي بيمثل الجزء الخارجي من سطح الجار، والمتعارض بيمثل الجزء الداخلي من سطح الكار. يبقى الجزء الخارجي بيمثل ملاعب محجبة والداخلي بيمثل ملاعب محجبة. قانون الانعكاس، قانون الاعضاء هما قانونين يمكن في الكتابة ترجع لك مركز لك على قانون واحد، انما احنا دلوقتي هنستخدم وانا استشفت مع بعض انهم قانونين ازاي. فانا لو جبت شعاع ساقط اسقطته على مناخ مستوية، النقطة دي بنسميها نقطة السقوط، هي نفسها نقطة الانعكاس. بيبدأ يرتد الشعاع في نفس الجهة التي صدر منها، يعني هذا الشعاع ساقط وبدأ ينعكس. النقطة دي بنسميها نقطة الانعكاس، وممكن نسميها نقطة السقوط. طب ليه؟ لا هي النقطة التي سقط عندها الشعر، وهي برضه النقطة التي حصل عندها الايه؟ الانعكاس للشعر. طيب ممتاز جدا. باجي اقيم عمود هنا، العمود معناه ان انا بنصف الزاوية المحصورة بين الشعر السقط والشعر المنعكس. تنصيف الزاوية معناها انه بيقسم الزاوية الى قسمين مستويين. يعني معنى ذلك لو كان يحدث الانعكاس منتصف وكان زاوية السقوط اللي هي سي جوانب بيساوي 50 درجة، يبقى 36 درجة فوق 50. طب لو دي 60 دي 60 دي 30 دي 30 منتصف، ما دام الانعكاس انعكاس منتظم يبقى القانون يعرف في الانعكاس المنتظم ان زاوية السقوط هتساوي زاوية جيش الجبل تساوي زاوية الانعكاس تساوي زاوية الانعكاس. طيب لو حبيت اسال الان اي طالب من الطلاب كده بسرعه بقول لكم معايا، دي شعاع صفر وده عامل وده شعاع ايه؟ منعكس وده ملعب. طب لو قلت لك عامل زاويه السقوط هتقول لي الزاويه المحصوره بين الشعاع الصفر والعمود المقابل من السقوط على الصفر. يبقى الزاويه لو جيت قلت لك هي تلك الزاويه المحصوره بين الشعاع الصفر والعمود المقابل يبقى زاويه السقوط. طب الزاويه كده بنسميها زاويه الانعكاس. يلا الزاويه المحصوره بين الشعر المعاكس والعمود بنسميها زاويه الانعكاس. ما هي العلاقه بينهما؟ اذا كان الانعكاس منتصف متساوي يبقى زاويه سيتا 1 بتساوي سيتا 2 او سيتا ار بتساوي سيتا ار، يعني معناها زاويه السقوط بتساوي زاويه الانعكاس، وده القانون الاول من قانون الانعكاس. انا قلت لك وعدتك ان هتطلع قانون تاني، طب القانون التاني هيقول ايه؟ هيقول لي ان الشعر اصفر والشعار المنعكس والعمود الثلاثة بيقعوا في جهة واحدة من السطح العكس. السطح العكس هنا بيمثل جهة الملاعب، فالشعار والشعار والعمود في جهة واحدة. طب لو هنا دايما انا الشعار دي بمثلها سطح خشن وفوق الشعر سطح الأبرز أو العمود. يبقى هنا الشعار صح والمنعكس والعمود بيقعوا في جهة واحدة من السطح العكس. الشعار صح والمنعكس والعمود من نقطة السقوط أو المقابل من نقطة السقوط يقعوا في جهة واحدة من السطح العكس ولا القانون التاني. يبقى عندي كام قانون؟ قانونين، ان الشعاع السقط بيساوي المنعكس، اسف الشعاع السقط والعمود والشعاع المنعكس بيقع في جهه وزاويه السقوط بتساوي زاويه مين يا شباب؟ الانعكاس. طيب الانعكاس على السطوح الملسعه، وجبت لك صح، هنسميه انعكاس منتظم، هنسميه انعكاس منتظم. طيب بينما الانعكاس على السطوح الخشنه زي سطح دفتر او غيره او لوح زجاجي او كده بنسميه او على الجدار غير منتظم هيبقى عليه تشتت. طب ايه الفرق بينهم؟ الانعكاس المنتظم الاشعه تسقط متوازيه وترتد متوازيه، وزوايا السقوط هتساوي الانعكاس. هنا بتسقط متوازيه وتنعكس مشتته. يبقى في عندنا انعكاسين، انعكاس منتظم وانعكاس غير ايش يا شباب؟ غير منتظم. طب لو حبينا نقرر الانعكاس المنتظم
هنا على مسرح فشل. هنا تسقط الاشعه المتوازيه وتنعكس متوازيه. هنا تسقط متوازيه وتنعكس مشتته. هنا عندهم زوايا السكون بتساوي زاويه ايش؟ السكون بتساوي الانعكاس. هنا زاويه السكون لا تساوي زاويه مين؟ الانعكاس. ده الفرق بين الانعكاس المنتظم والمتشتت او الانعكاس غير المنتظم. واديتك نفس السؤال وقلت لك بقى عن الفرق بين الانعكاس المنتظم والغير المنتظم. في الانعكاس المنتظم تكون زاويه السكون بتساوي زاويه مين الشبكه في الانعكاس. سؤال سريع كده للتطبيق. سؤال يديني صف 43 دي زاويه السكون 42. بالبديهي كده زاويه الانعكاس ما دام الانعكاس منتظم هتبقى زاويه الانعكاس كام؟ عايز كام؟ 42. 42 طيب الزاويه بين الشعاع السطح والمرآه، ادي الشعاع السطح اهو المرآه، الزاويه دي كلها 90 دي، طب دي 42، لو طلعت 42 من 90 هتديني كام؟ يلا اطرحت 42 من 90 8 يا صاحبي. مش اصلا لو كنت 45 45 90 صح؟ هناخد طرد درجات 45 ل 48 صح كده؟ طيب الزاويه بين الشعاع الساقط والملايين. لا اسف بين الشعاع الساقط والشعاع الملايين. هنجمع الزاويتين دول 42 42 معناها كام يا شباب؟ 84 درجه. الزاويه بين الشعاع ده والشعاع ده. يعني بنجمع زاويه السقوط مع زاويه الانعكاس. مره ثانيه بسرعه زاويه الانعكاس هتبقى زي زاويه السقوط 42. هنا الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والملايين بتعطي 90 42 90. هنا الزاويه المحصوره بين الشعاع الساقط والملايين سليم مع زاويتين مع بعض اللي هي 84 درجه. درس بسيط بدايه ثانيه بنتكلم فيها عن الملايين انواعها وخدنا قانون الانعكاس والانعكاس المنتظم والغير المنتظم. شكرا والى اللقاء في حصه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله.